طاسة على النار، حط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل عليهم تقريبا بربع كيلو من الفلفل متقطع مكعبات وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، لان كل تقطيعة بتدي طعم غير التاني. هشوحهم بس تشويحة كده في الزيت، يدوب بس الفلفل بتاعي يدبل كده، يدوب الفلفل بتاعي دبل، مش عايزة يدبل اكتر من كده. معلقة صغيرة شطة، ولو في فلفل حراق يبقى خلاص مفيش شطة، بس انا مكانش عندي فلفل حراق. وكمان معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، والملح حسب الرغبة. هنزل ب كمان ربع كيلو أو أكتر شوية من الطماطم المتقطعة صغير. دلوقتي هوطي النار خالص على الطاسة بتاعتي، وأغطيها كمان وأسيبها تتثبت براحتها. دلوقتي الطماطم والفلفل بتوعنا اتسبكوا، وكده الاكله بتاعتنا بقت جاهزه، بتتاكد مع عيش طازه لسه طالع من الفرن، طعمها خطير جدا. اللي حابب يحط عليها بيض ممكن، اللي حابب يحط فص ثوم وكمان يزود فول ممكن. الوصفه دي حلوه جدا، بتفتح النفس جدا على الاكل، وبتنفع معانا في وصفات كتير. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفه تعجبه يسيب لي رايك في كومنت، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.